اتنين بقى، رغم فرحتي بالعلاقة الرائعة اللي انا شفتها ما بين ماجد الكدواني وبنته، والحب المتبادل الجميل في ابرق واصدق معالمه، لكن اللي زعلني الحقيقة ان الناس شايفة ان ده حاجة واو، في حين ان ده الطبيعي المفروض الطبيعي. هو الطبيعي. بس عشان العلاقات الأسرية عندنا وعلاقات الآباء والأبناء اليومين دول وحشة متوترة ومتوترة ومتقطعة ومتهتكة وفي حالات مش كويسة، بقينا نشوف العادي استثنائي، بقينا نشوف الطبيعي سوبر. احنا كلنا واحنا صغيرين كنا كده، علاقتي بابويا وعلاقتي بأمي كانت كده، حب ودفء وحوار واندماج، وكنت اروح بالليل اقعد في حضن ابويا وامي وانا شاب شحط كده عندي 15 سنه و16 سنه و20 سنه، واترمي في حضنهم واقعد احكي لهم واقول لهم انا عندي مشكله كذا وهم كذا، وبابا يحكي لي مشاكله في الشغل ايه، وماما تقول لي انا عندي مش عارف ايه كذا. الحوار مفتوح والصله موجوده والحواجز مقطوعه، مفيش حواجز. دلوقتي قولي لي انهي اب بيقعد مع اولاده؟ وانهي عيال بيحترموا ابوهم وامهم اساسا وبيقدروهم ولا بيكلموهم؟ ده العيال بتشوح دلوقتي وبتكبر وبتشايفه ان ابوهم وامهم ما بيفهموش حاجه، ودي موديل ودقه قديمه ومجرد بس مكنه صرف فلوس. فاللقطه اللي انا شفتها من تعليقات الناس هي اللي ضايقتني. الناس كلها عماله تقول يا نهار ابيض هو في كده، ويا نهار ابيض ايه العلاقه التحفه دي؟ العلاقه التحفه دي العلاقه عاديه. هذا ما يجب ان يكون داخل كل بيت ما بين اي اب وبنت او ام وابن. فلما تشوفوه سوبر ابحثوا عن مشكلتكم في انه ليه بيوتكم مش كده؟ ليه بيوتنا ما فيهاش هذا الدفء اللي بقيناه نشوفه استثنائي وغريب؟ ربنا يحافظ عليهم طبعا، ويحافظ له على ساندرا ويحافظ لها على ابوها ماجد، بس انا نفسي ان الحاله دي هي تبقى الحاله الموجوده في البيت المصري اللي كان طول الوقت كده. معروف ايه السبب؟ ما علينا بقى. طيب. عارفه السبب ايه؟ ايه؟ اللي انت لابساه. الترند اهو، ما انا معروف السبب، اصبح لكل واحد جهاز بيتواصل معاه. السوشيال ميديا لعنها الله، التي بدل ما كانت مخلوقه للتواصل الاجتماعي عملت تباعد اجتماعي ما بين الاسره والاخوات والاب والام، فبقى كل في جزيره. انا في رايي انه لازم الام والاب ده في رايي الخاص، انهم شويه يشتغلوا على نفسهم ويحاولوا يفرضوا اللي انت بتقول عليه. والله يتعبوا شويه ويقولوا مفيش موبايلات، ويفصلوا وتعالوا اقعدوا معانا وتعالوا كلوا وتعالوا اشربوا. بس الام والاب للاسف من مشغوليات الحياه وتعبهم هم مش قادرين يعملوا كده. يعني بصي انا ضد فكره مشغوليات الحياه دي مع احترامي، انا بقول لك يعني لازم يبذلوا مجهود غصب عنهم. بص اصل انا ممكن افتح معاكي في الموضوع ده ثلاث ايام. انا عارف قولي لي امتى. يعني انا ازعم ان انا متابع التاريخ المصري كويس قوي من القرن العشرين اللي فات كله، من 1900 لحد السنه دي. قولي لي امتى كانت الاسره المصريه المتوسطه العاديه في غنى ورغد وتيسير وفلوس مش عارفه توديها فين؟ امتى عمرها ما حصل. ايوه الا طبقه الاقطاعيين زمان والاثرياء دلوقتي، الطبقه اللي هي ال 5% دي ماليش دعوه بيها، بكلمك عن اسره متوسطه اللي هي احنا كلنا. ايوه امتى؟ 1910 1920. فاكره كان في فيلم اسمه القاهره 30. ايوه كان بيتكلم عن القاهره. أيوة 1930. أيوة شفت الحال كان عامل ازاي؟ محمود عبد الدايم وسعاد حسني وحاجات. انت هتقول لي انه مفيش حاجه اتغيرت كمسؤوليات وهم ومدارس هتجيب فلوسها من فين؟ طول الوقت يا مايا الاب والام في هم وفي مسؤوليات وفي مشاغل ومصاريف مدارس والغلاء سعر. انا لو جبت لك فيلم دلوقتي كنت بتفرج عليه امبارح بالصدفه، بتفرج على روتانا كلاسيك اللي هي بيجيب الافلام القديمه. أيوة. فيلم لحسين صدقي ومش عارف فيلم كده انتج في الاربعينات. الاربعينات. ايوه وقعدت اضحك ضحك. مشهد كانوا قاعدين على الترابيزه، جايب هو المرتب من الشغل وراجع، وهي ومراته بيظبطوا المرتب. قول له اللحمه بقت ب 16 قرش وانت تبطل سجاير عشان مش عارف ايه. أيوة. ويا لهوي الفراخ مش عارف ايه كذا. نفس الحوار اللي بيدور دلوقتي مع اختلاف الارقام. ايوه وبيقول لها طب كده المرتب مش هيكمل، ده لازم انزل اشتغل على تاكسي بالليل عشان مش عارف ايه. نفس الحوار. فابعدي فكره مشاغل ومش مشاغل. الاب اب والام ام. انا ابويا ما كانش مولود بمعلقه ذهب، وكان بيشتغل زي طرف الساقيه عشان يجيب لنا اكل وشرب ويكفينا، بس كان اب. والام كانت بتشتغل وربت منزل وطفحت الكوته، بس كانت طول الوقت ام وطول الوقت موجوده.
ما ينفعش الابهات والامهات دلوقتي يعتذروا عن التربيه بحجه البحث عن لقمه العيش، دي حجه وهي. يبقى لازم يتعبوا في الموضوع ده شويه. تعال نشوف طبيبة توثق أحلى اللحظات مع ولاديها. عندي 40 سنة وإيه ولسه بيوصلوها لفين؟ لعند المحطة عشان تروح لبيت جوزها. هي أصلا البنوتة دي اللي هي تحت شايفها في الترين نفسه في القطر، دي مامتها بتوثق، هم بيوصلوها كل مرة المحطة عشان تروح لجوزها، لأن هي في الأصل البنوتة اسكندرانية وبقى عمرها 40 سنة وهي خريجة طب دفعة 2007. فلما جه اللي هو التدريب بتاعها جه تقريبا في قنا، وباباها وصلها، قعدوا 15 ساعة في الترين. عند ما وصلها باباها ما سابهاش، راح جنب المكان اللي هي يعني بتشتغل فيه، كان فيه صيدلية، وقعد يبص عليها وكده، فهي لمحته، قالت لي يا بابا ما تمشي خلاص بقى كفاية، قالها لا وقلبي ومش قادر ومش، قعدت تصر عليه عند إيه ما مشي. بعد كده السنين عدت وراحت ارتبطت بالصيدلاني واتجوزت هناك. ومن يوميها وهي مثلا بتزور اهلها مره او اتنين في السنه وبيصروا انه دايما يوصلوها لعند القطر. فحاجه جميله. حاجه حلوه، ده اللي انا كنت بقوله لك من شويه، ان هو في نماذج اهو. بالظبط كده. في نماذج من الاسر المترابطه، الاب والام اللي لسه عندهم وقت يخافوا ويربوا ويحبوا ويحنوا، يعني هو ده الطبيعي. لا يجب ان يكون استثناء. هو مش استثناء بس، لازم زي ما بنعرض الحاجه السلبيه نعرض كمان الحاجات الايجابيه طبعا. عشان الناس تنبسط وتبقى فرحانه. برافو عليهم، ده هو ده الطبيعي. ما انا بقول لحضرتك لازم يبقى في توازن عشان الناس ما تفتكرش ان الدنيا خليت من الخير، ومهما كان الواحد لازم عمرها ما تخلى من الخير. بالظبط.